السعدي إلى الجوير، يملك كرة، الجوير ينتظر، يفكر، ثم يمرر في العمق للسعدي، تمريرة بينية جميلة شبابية وكرة عرضية خطيرة إلى حارس. نقطة للرياض في هذا الموسم، كرة تلعب لمصلحة الرياض الآن، ومحاولة من جانب فهد الرشيدي، تصويبه أوه حلوة، يا سلام على كرة، يا سلام على القرار، نواف السعدي صوب كرة راحت، ينتظر ثم يمرر، شباب في محاولة للسعدي، يا فنان يا فنان أوه حلوة، أمام تغطية موجودة والكرة عادت من جديد لمصلحة حمد اليامي، تمريرة تصل لكويار وعلى الجهة اليسرى الآن، عرضية خطيرة وكرة هدف أول، هدف أول، هدف أول للشباب، والثلاثين من زمن شوط المباراة الأول، 1-0 1-0 للشباب، 1-0 مستحقة لمصلحة الشباب، 1-0 عطفا على ما مضى في شوط المباراة الأول من سيطرة واستحواذ ووصول للمرمى، استطاع الشباب أن يسجل هدفا عكسيا في مرمى الرياض بتكفل خالد. تشكيلة الشباب سيعطي الشباب قوة كبيرة عندما يدخل كراسكو، كرة على جهة اليسرى الآن، تمريرة لمصعب الجوير، يتحرك كارلوس جونيور ومحاولة شبابية وكارلوس يصوب، ومارتن كامبانيا في المكان المناسب، غيابات مؤثرة لا شك، علي انتوشكا واندونغ وموسونا بالنسبة للرياض عن مباراة اليوم، لكن حتى الشباب غير مكتمل، عنده غيابات كبيرة، كرة تصل الآن من جانبي كويار، سايس مع سانتوس، محاولة الشباب لإنها تصل الآن، شبابية وتمريرة لحبيب ديالو، حصل عليها نواف سعدي، تمريرة لكراسكو، فرصة شبابية وكراسكو فرصة تضيع، سعدي عرضية وصلت الآن تتهيأ للجوير، تصويبة اصطدمت وعادت اليامي لكراسكو، شبابية يحاول كراسكو، تقدم وعرضية وفرصة على فرصة للشباب، مرت ووصلت من جديد، وحدة في مدرج الرياض، يشجع الرياض، يساند الرياض، كان يعمل لأن يتعادل فريقه، مرت الكرة الماضية وعادت من جديد أمامية، ونادر الشراري في التغطية، تعود الكرة وحكم المباراة يعطي بطاقة صفراء على فهد المولد، بطاقة صفراء على فهد المولد، المباراة لم تنتهي أربع، لأن تعود والتغطية حاضرة والكرة في المرتدة للشباب، وخطأ لمصلحة متعب الحلبي، كان يعني انطلق كراسكو واليمين حارس المرمى ملائكة شويرخ يتقدم، وكل لاعبي الرياض في المنطقة الآن، تلعب عرضية ومحاولة بالرأس خطيرة أمام المرمى، ضاعت الكرة